السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على استخدام البيم في المباني الأثرية، إزاي نستخدم تقنية نموذج معلومات البناء في إن احنا نحافظ على التراث المعماري، لأن المباني التراثية دي مهمة جدا للإدراك البشري، إن هو يدرك إن كان في ناس عايشين هنا وكانوا بيعملوا إيه ويثبت وجودهم. يعني لذلك اليهود بيدوروا على أي قلم مرمي في أي حتة عشان يثبتوا إن هما كانوا موجودين في قلب فلسطين، في قلب الأردن، في قلب مصر، في قلب سوريا، في قلب العراق. يعني بيدوروا على أي حاجة، أول ما يلاقوا أي حاجة يدفعوا ملايين عشان يثبتوا إن هما كانوا موجودين. كان في فيلم اسمه رجال الآثار، كان بيتكلم إن أمريكا بعتت فرقة متخصصة لألمانيا أثناء الحرب العالمية التانية في ظل فرص الموت الكبيرة جدا، عشان يستعيدوا الآثار اللي كان الألمان خدوها من فرنسا وخدوها من دول تانية، وكان مهمتهم إن هم يضحوا بحياتهم في سبيل إن هم يحصروا على أي آثار ويرجعوها تاني. فإحنا إزاي بقى نستخدم البيم في موضوع الآثار دوت؟ ده اللي إحنا هنركز عليه النهاردة. طيب، نموذجية معلومات البناء للمباني التاريخية، إحنا عايزين نعمل تمثيل رقمي على الكمبيوتر للخصائص الفيزيائية والوظيفية للمباني التاريخية معتمدا على الحاله المعاصره للمبنى التاريخي، ونحط فيها كل المعلومات الخاصه اللي مر بها المبنى من اضافه، تعديل، اعمال ترميم وصيانه. طيب، لو احنا بنتكلم عموما على اساليب الحفاظ على التراث المعماري، هنلاقي ان احنا في اكتر من طريقه. في اسلوب اعاده البناء، وفي اسلوب الترميم بنحاول نرجعها على الحاله اللي كانت فيها في الماضي، في حاجه التجديد ان احنا نضيف مواد حديثه، وبنحاول نوصل الأثر للحالة اللي كانت موجودة عليها. في حاجة اسمها إحياء، يعني نبدأ نحط أنشطة ومرافق ونخلي ناس تيجي تستخدم المبنى ده استخدام معاصر. تمام، يعني في نادي مثلا اديتها عن البيم والتراث، كان في مبنى أثري في القاهرة كان مفتوح إن أنت تروح تدي محاضرات فيه. في الارتقاء، بنرتقي بالمنطقة عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا ونحسن مستوى المعيشة هناك، ونضيف أنشطة كانتش موجودة قبل كده ومتناسبة مع العصر الحديث. إعادة استخدام الريوز، هنبدأ نعيد استخدام المبنى لنفس الغرض اللي إحنا استخدمناه قبل كده. طيب، عشان نحافظ على التراث المعماري لازم يبقى في صيانة دورية، لازم ما نستناش لما حاجة تقع ونعملها، لا، في صيانة دورية كل شوية بنبدأ نعمل صيانة ونشوف إيه المشاكل ونحاول نحلها. حاجة ضرورية مش رفاهية. فلذلك لما يكون عندي نماذج ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد وخماسية الأبعاد وفي 7 دي، بحيث ان انت تبقى عارف مواعيد الصيانه ايه وعارف قطع الغيار اللي المفروض تتجاب. طبعا مفيش قطع غيار المباني الاثريه، بس مثلا لو في جهاز تكييف مثلا او في حاجه معينه هتعايزها تبقى موجوده. وبعدين النماذج الافتراضيه دي تبقى موجوده على الانترنت، اي حد في اي دوله عايز يدخل ويشوف المبنى ويبدا يطلع عليه، وممكن تقول له انا عايز اشوف المبنى دوت في العصر الفاطمي كان عامل ازاي، طب بعد كده اضافوا له حاجات في العصر اللي بعديه، ايه اللي اتضاف؟ فتقدر تدرس ايه الحاجات اللي اضيفت للمبنى على مر التاريخ وايه الحاجات اللي اتهدمت منه. احنا عندنا عجائب الدنيا السبعة اللي بقى منها دلوقتي مثلا الاهرامات. طيب، عايزين نشوف اتبنى ازاي، ايه الافكار اللي فيه، الحاجات اللي فاتت دي كلها عايز اشوفها 3D، كلها اللي اتهدت اشوفها 3D واقدر اعمل سيلكت على اي عنصر، اعرف المواد المستخدمة ايه. يعني في مثلا الخرسانة الرومانية حتى الان اسرارها مش معروفة، فعايزين نبدأ ندرسها. عايزين ندرس ازاي المباني القديمه من غير تكييف ومن غير مراوح كانت ممتازه جدا، يعني اللي يروح شارع المعز ويقعد كده في اي بيت لان الجو كويس جدا. فالافكار نفسها نبدا ناخدها وندرسها ونعملها تاني. فاحنا محتاجين نقدر ندخل كل المعلومات الخاصه بالمبنى، وممكن تدخلها بس تبقى كل حاجه لوحديها، المعلومات بتاعت المواد في لوحديها، انما لما تدخلها في البيم بتلاقي كل المعلومات موجوده مع بعض، فده هيسهل لك كتير جدا، ويبقى تقدر تحط كل الوثائق والخطط والخرائط التاريخيه والنصوص البيانيه والمسوح الجيوديزيه كلها في مكان واحد او الاستطلاع الفوتوغرافي. ونقدر طبعا هنستخدم في الموضوع دوت السكانر 3D، ندخل ونبدا نحط في قلب المبنى ونقدر نعمل سكانر 3D بحيث ان احنا ناخد المعلومات كلها اللي احنا محتاجينها. وطبعا هيبقى داخل معانا الهندسه المعماريه، هتبقى داخل معانا في الموديل بتاع المباني التاريخيه، الهندسه المدنيه، الكيمياء بتاعت المواد، الاستدامه، الطرق، التاريخ، التراث، الجيومتس اللي هو علم المساحه الرقميه،
السور المساحي، كل ده هيعمل إثراء لنموذج المعلومات. وفي دول كتيرة جدا بدأت تهتم بالموضوع دوت وتعمل نماذج للآثار بتاعتها، وتقدر تعمل مسح ليزري لكل الآثار بحيث إن لو حصل لها أي حاجة تقدر إنها تستعين بها تاني. وممكن حاليا نقدر نتخيل شكل المبنى لو ما كانش اتعمل بالشكل ده كانت عامل ازاي. يعني مثلا كان في مسجد بيتعمل وكان مصمم ان هو يتعمل 4 منارات، هما بيبنوا في منارة وقعت على عامل من العمال فمات، فراح الحاكم قال لك لا نكتفي بمنارة واحدة ومش هنعمل التلاتة التانيين. فلو شكله كان عامل ازاي لو التلاتة دول اتبنوا، تمام؟ فهنقدر نضيف بعد رابع ونبدأ نتخيل شكل المبنى هيبقى عامل ازاي ويبقى فيه فيسز، ونبدأ نشوف الفرق بينهم وهكذا. ونقدر نتخيل شكل المبنى كان عامل ازاي اثناء المراحل. يعني انا مثلا اتولدت في المرج في منطقه اسمها كابو شرفه، وكان جنبيا مبنى بتاع حامد سعيد اللي اتبنى على مرحلتين. في 1941 بنى الوحده الداخليه الرئيسيه اللي هي كان فيها القبه، وبعد كده في مرحله ثانيه في 1945 اضاف بعض الغرف الاضافيه. هو كان من الاول عامل التصميم بس ما كانش فيه فلوس، فعملهم على مرحلتين، وهما الناس ما كانوش متخيلين ان المبنى بحلو ويقدروا يقعدوا فيه. هو مبنى مكتوب النهائي بس سبحان الله عجبهم وفضلوا فيه مدى حياتهم. فبنى مرحلة. فانا عايز اشوف المرحله الاولى كانت عامله ازاي والمرحله الثانيه لما اضيفت ليه بقت عامله ازاي. وكذلك المباني التاريخيه، في مباني تاريخيه اتبنى في اكتر من عصر، يعني اثناء المصريين القدماء وبعد كده مثلا لما جه الرومانيين اضافوا حاجه، فعايزين ندرس استخدام المباني اتعملت ازاي. ودلوقتي اصبح الليزر سكان سهل ان انا اخليه يتحط على درون ويبدأ يلف في أماكن صعبة الواحد يوصل لها، والدقة بتاعته توصل لجزء من المليمتر، فبتبقى حاجة دقيقة جدا جدا يعني. طيب فرانك لويد رايت ده من أشهر المعماريين، بيقول لك العمارة هي أم الفنون، متفقين على ذلك. زمان كان يقول لك الفنون في العمارة، في الموسيقى، في الشعر، في كذا حاجة. كان أول حاجة اللي بتجمع كل دول، تجمع الرسم والنحت وكله، هي العمارة. العمارة هي أم الفنون وكل الفنون بتبقى موجودة فيها. ولو إحنا ما عندناش عمارة تخصنا فلن يكون هناك روح لحضارتنا. لازم يكون لينا عمارة مستقلة، لينا عمارة فيها الحضارة بتاعتنا. فالواحد بيستعجب إن هما يجي دلوقتي يجيب لك مباني من بره لسه موجودة مثلا في أوروبا مخترعينها ونيجي ناخدها. ده مبنى أثري اتعمل له ليزر سكان ودخل جوه الكمبيوتر، وتقدر تعمل سيلكت تعرف كل المعلومات اللي انت خاصة بيها، وتقدر تدخل كل المعلومات الخاصة بيها. يعني مثلا لو انت في المسجد النبوي كل عمود ليه اسم، ليه اسم. ده مثلا اللي كان بيستقبل فيه الناس اللي الرسل اللي جاية تقعد معاه، رسل الملوك وكده. وده اللي كنت في واحد من أصحابه مثلا رابط نفسه فيه، وده مثلا حصل فيه كذا. فكل عمود تقدر تكتب المعلومات اللي انت عايزها عليه. طيب عشان نعمل مراحل بتاعت تمزيج المعلومات والبيانات في المباني التاريخيه، اول حاجه ان احنا نجمع المعلومات من الموقع باستخدام الليزر سكان والمسح التصوري. المرحله الثانيه نعالج البيانات ديت. المرحله الثالثه هنبدا نبني الموديل ونبدا نحدد دي الارضيه، دي الجدران، دي الابواب، اعتمادا على المعلومات المتوفره عندنا من المسح الليزري والتصوير المساحي. ونبدأ نقسم النموذج لورك سيت فيها عناصر الخاصة بالعمارة، الحاجات الخاصة بالبايب، الحاجات الخاصة بال أي الحاجات الإنشائي مثلا. ونبدأ الناس كلها تقدر تشوف المشروع دوت، ونقدر ندخل الوثائق التاريخية والمعلومات حتى لو بدي في صور ونربطها بيها. إيه هو بقى المسح الليزري اللي إحنا عمالين نتكلم فيه؟ دي أداة بتحلل العناصر البنائية أو بيئة عمرانية، ودلوقتي اصبح حديث ممكن تاخده وتقف في كذا مكان ومش لازم تحط نقط. كان الاول لازم تحط ورقه وفيها نقطه عشان تعرف تربطهم ببعض ازاي، لا دلوقتي هو بيربطهم ببعض اوتوماتيك ويروح يحول لك كل حاجه حواليك لنقط، فتلاقي عندك ملايين نقط. فهو بيبدا يعمل لك مجسم رقمي ثلاثي الابعاد كنسخه الاصل، بنستخدمه في حاجات كتير جدا، بيسميها بوينت كلاود. بيبقى كل العناصر موجودة فيها، هو بيبدأ يطلع شعاع ليزر بيصطدم بالحاجة ويرجع يقول لنا في نقطة في المكان دوت. فتقدر تقف في كذا مكان بحيث إن هو يقدر يجيب لك صورة كاملة للمكان اللي أنت موجود فيه. ده برضو مبنى اهوت زي ما أنت شايف الطراز القديم اهوت. و
وطبعا مفيش تقنية ان انا احول النقط دي كلها لمرة واحدة العناصر تبع البيم، بس تقدر تعمل سيلكت للنقط وتقول لها خد العنصر دوت، او ترسم انت العنصر وتبدأ تلتزم بالنقاط اللي موجودة ديت. وفي اوروبا مهتمين جدا جدا بالموضوع دوت، وفي مشروع كان اتعمل في جدة اسمه جي اتش بي اي ام، جدة هيستوريكال بيلدينج انفورميشن موديلينج، في برضه نفس الفكرة ديت اهو. ده بنروح المبنى نعمل له سكان تو اتش بي اي ام ونبدأ ندخل كل المعلومات جواه. ده ليزر سكان، حطينا واحد هنا واحد هنا واحد هنا وواحد مثلا هنا، ونبدأ نجمع كل المعلومات بحيث يبقى عندنا كل الداتا. جبنا الداتا هي وحولناها وبدأنا نعمل البيم، وبقى عندنا نموذج البيم اللي نقدر ندخل فيه كل المعلومات. طبعا ده هيدينا حصر دقيق جدا للحاجة اللي موجودة، هيدينا فهم المبنى ده اتبنى ازاي، نقدر نعمل عليه سيموليشن للمبنى اهوت، ندخل كل المعلومات جوه المبنى. فنبدأ ندخل كل الداتا بيسز، هنبدأ ندخل سيرين سيرفي، ندخل كل المعلومات بحيث يبقى عندنا موديل متكامل، ويبدأ نعمل بيها الأبحاث العملية اللي احنا عايزينها. طيب ايه المشاكل اللي بتواجهنا لو احنا شغالين في ان احنا نعمل موديل بيم مثلا المبنى ده؟ اول حاجه الموقع التاريخي نفسه بيبقى صعب شويه ان انت تدخل فيه التصاريح، في بعض الاماكن بيبقى فيها خطوره شويه، في بعض الاماكن بيخافوا ان مثلا حاجه تخبط حاجه تتاثر. التقنيه العصر بتاعت المشربيات مثلا مش متوفره كتير، فاضطر ان انت تعملها، تمام، عكس المباني الحديثه كلها قوائم جاهزه، انما هنا لا، بتحتاج ان انت تعمل حاجات متخصصة، فده البلوكات دي بيبقى لازم تقعد تعملها انت. في بعض العوائق المادية بسبب ان المسح الليزري تكلفته غالية فعلا حقيقي، كمية البيانات اللي جاية تبقى هائلة جدا كتيرة جدا، فانت محتاج ان انت تنظم المعلومات بتاعتك. طبعا في مباني كتيرة مثلا الكاتدرائية اللي فتحوها من كام يوم ساجرادا فاميليا دي لأنطونيو جاودي اللي كان بدأوا الشغل فيها 1882، استخدموا فيها تقنية نموذجة المعمارات البناية، واستخدموا تقنية الـ HVAM وهكذا. في طبعا منظمات كتيرة شغالة في الموضوع دوت، وفي أبحاث كتيرة اتعملت في الموضوع دوت. يعني الموضوع مش لسه هنبتدي فيه، مثلا زي ما قلنا ساجرادا فاميليا في أسبانيا، وقلعة ماسكارا في إيطاليا، ليريكيو في ميلانو، أبراج كاتدرائية ميلانو، ومبنى نصيف اللي هو في جدة. دي بوينت كلاود، زي ما انت شايف المبنى بنعمل له بوينت كلاود، يعني تقدر تقول مليار نقطة في المبنى دوت. بنبدأ نعمل ليزر سكان وبوينت كلاود والدوكومنتس كلها تدخل جوه المبنى، ويبدأ يستفاد منها كل الناس، ويبدأ تعمل لها صيانة. طبعا من أشهر البرامج المستخدمة في كده مثلا برنامج زي الريكاب، ده بينزل معانا أغلب برامج الأوتوديسك. في برامج متخصصة في إنشاء المباني زي الأركيكاد وتكلا وريفت، في برامج متخصصة لو أنت بتعمل مباني كاملة زي الإنفرا ووركس، في برامج استخدام رؤية النموذج زي تكلا بيم ست وإكس بيم إكسبلورر، برامج تحليل زي جرين بيلدينج ستوديو، في برامج بتضيف البعد الرابع زي النفس ووركس وسينكرو، برامج إدارة المرافق زي الأرشي باس والجرافيسوفت أرشي إف إم. زي ما انت شايف اهو، بنبدأ كل مثلا حاجة بنعمل لها سيلكت، وبنبدأ بقى نحدد ألوان معينة. ممكن نحدد الألوان دي عن طريق تاريخيا، دي اتعملت سنة كام ودي اتعملت سنة كام، عن طريق العصور مثلا، عن طريق المعلومات بتاعت الخامات. دي ده أحد المباني اللي هي في جدة هيستوريك بيلدينج انفورميشن موديلينج، زي ما انت شايف تفاصيل رهيبة. دي هيستوريك بيم الديزاين في ايه وهكذا، ده اللي يراد بتاع كل حاجة. تقدر تقول له أنا عايز أشوف مبنى من غير الويندو ومن غير الدور ومن غير الروف، تقدر تحذف وتعمل زي ما أنت عايز. لو أي حد عايز عنده مشروع زي كده يتواصل معاه، ونبدأ نحاول إن شاء الله نعمله. ده مبنى أثر هوت، ده مبنى بتاع في أمريكا إبراهام كونان أهو بالشكل دوت، ده هو قاعد هوت، ودي الأعمدة، ده مسقط من فوق أهوت.
دخلناه على ال 3D، عايز نعمل له بس الريندر، وبعد كده عملنا له اوجمانتد رياليتي. طبعا لو واحد عايز يعمل برضه اوجمانتد رياليتي نقدر نعمله له بسهولة ان شاء الله. تقدر تشوف المبنى ده، احد المساجد كنا بنعمل له الاوجمانتد رياليتي، فانت بتلبس النظارة وتبقى شايف الحاجة، ونقدر ندخل فيها بعض الزمن، يعني تقدر تشوف المبنى هو بيكون ازاي، وتقدر تعمل فيرشوال تور، تقدر جولة تخيلية جوه المكان ده. هي بعض البرامج اللي مستخدمة في إن أنت تدخل المبنى للأوجمانتد رياليتي ده. كنيسة نوتردام اللي هي حصل فيها حاليا فترة، وبيفكروا إزاي يبنوها تاني. يعني بدأوا يدوروا على المعلومات، فلقوا إن المعلومات موجودة في اللعبة ديت. اللعبة دي معمولة تفاصيل رهيبة، يعني الألعاب دلوقتي مش تافهة أو واحد بيستعبط، لأ بيعملوا حاجات حقيقية. أنا فاكر إن أنا كنت بلعب لعبة، طول ما أنا ماشي عمال أبص، لأ تفاصيل رهيبة. يعني كان في مثلا مبنى دخلناه، مبنى تكييف مظبوط، يعني هو عامل ليزر سكان، مش مجرد بيخلي واحد يرسم له حيطه وخلاص، ورا الحيطه دي مفيش حاجه، لا هو التكييف مظبوط، البايب. طبعا انا سايب الناس عماله تضرب نار بره، وعمال اشوف النظام الفاير فايتنج عامل ازاي، والكوبل تري عامل ازاي، والتكييف ماشي ازاي، والحوايط لما يكون في عمود فوق بيبقى عامل ازاي. عمال ابص على التفاصيل دي كانها في جوله سياحيه. ففعلا يعني كان في واحد بيلعب لعبة، واللعبة دي متعلقة بالصراع بين ريتشارد قلب الأسد وصلاح الدين، فلقى إن اللكنة بتاعت ريتشارد مش إنجليزي، فهو قال إزاي يجيب واحد لهجته فرنساوي. هو ريتشارد قلب الأسد فعلا تاريخيا لغته الأصلية كانت فرنساوي، ما كانش إنجليزي، كان بيلاقي صعوبة في التكلم بالإنجليزي. فهم فعلا اهتموا بالتفاصيل التاريخية اللي ممكن المتعمقين في التاريخ ما يعرفوش. فدي كانت عمل لها ليزر سكان، فخدوا المعلومات منهم على أساس يعملوا الكنيسة ويعيدوا استخدامها زي ما هي. وطبعا لما تخش على اللعبة دي وتشوف الآثار المصرية تنبهر، لأنهم عاملينها بالتفاصيل أهو، مودرن كلاسيك أركتكتشر إن ريفيت. زي ما أنت شايف الريفيت كل التفاصيل ديت بقت موجودة. لو أنت جاي تعمل مبنى هتلاقي التفاصيل دي موجودة وتبدأ تستخدمها أهوت. فاملي اتعملت كل الحاجات دي تقدر تعمل، مش مفيش حاجة اسمها ما تعملش في الريفت، هنعملها في الماكس وندخلها على الريفت، لا تقدر تعملها في الريفت بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هنا بقى بتدخل كل المعلومات، تقدر تقيس المسافة من هنا لهنا، وتقدر تشوف الزوايا قد إيه، كل المعلومات اللي أنت ده فكرة ال اتش بيم، اللي هو إن أنت تعمل مبنى أثري تحوله لبيم وتاخد كل المعلومات، والناس كلها تقدر تطلع عليه على الإنترنت، وتقدر بعد كده تطبعه، تجيب طبعة وتطبع المعلومات ديت وتستفاد منها، والناس كلها تبقى عندها الأثر بكل درجة تفصيل موجودة فيه كأنه في الحقيقة.